عمليات المكتب المركزي للأبحاث القضائية تتواصل في حربها ضد الإرهاب. صباح اليوم وبمدينة طنجة المكتب المركزي وبناء على معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنية تمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش. الخلية تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 26 سنة. بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية يفيد بتفكيك الخلية من قبل عناصر مجموعة التدخل السريع التي باشرت عمليات التدخل والاقتحام بشكل متزامن في 4 مواقع بحي العوامة بطنجة، وكانت مضطرة لإطلاق رصاصات تحذيرية بشكل احترازي، ما مكن من توقيف المشتبه فيها الرئيسي و3 أعضاء في المجموعة الإرهابية. عملية التفتيش والمسح التي قام بها ضباط المكتب المركزي وخبراء مسرح الجريمة في أماكن التدخل أسفرت عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام ومعدات ودعامات إلكترونية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة من طرف مختبر تحليل الآثار والأدلة الرقمية. وفي تفاصيل المعلومات الأولية للبحث مع المشتبه فيهم، أعضاء الخلية الإرهابية ووفق البلاغ تعذر عليهم الالتحاق بمعسكرات داعش بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، فقرروا الانخراط في مشاريع إرهابية خطيرة ووشيكة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة عبر اعتماد أساليب إرهابية مستوحاة من العمليات التي كان يقوم بها التنظيم في سوريا والعراق. ويضيف بلاغ المكتب المركزي أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من رصد شريط فيديو يوثق لمبايعة أمير هذه الخلية الإرهابية للأمير المزعوم الحالي لتنظيم داعش، وهو يتوعد في الشريط بالامتثال لأوامره وتوجيهاته بما يخدم أجندة هذا التنظيم الإرهابي. وقد جرى في السياق تحديد المكان الذي تم فيه تسجيل البيعة ضواحي بني مكادة بطنجة مع معاينة رسم حائطي يحاكي راية تنظيم داعش. ويورد المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم 4 تحت تدبير حراسة نظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب. ويدخل تفكيك هذه الخلية الإرهابية في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة مخاطر التطرف العنيف وتحييد التهديدات الإرهابية التي تتربص بالمملكة.